الابعاد لا تتفق مع التطبيق اللي انت بتعمله بتاع الترانزستور، يبقى تعمل البروسيدير من ضمن الخطوات بتاع التصريح السابقه. ما تطلبش خطوه اضافيه، ما تطلبش خطوه اضافيه، انت تابع محافظ عليه. زي ما يجي واحد هنا يقول لي الله، طب ما انت عملت ده وعملت ده، طب ما ده اللي اتعمل ايه؟ ايوه، بس الخطوه اللي بعديها لو كان ترانزستور كنا نحط الاميتر هنا خلاص، ما دام في الاخر بلاش اللي في الاخر، بلاش الحته دي تتعرض لعمليه الاميتر. اعمل ديت مع الابيتاكسل، اعمل ديت مع البيز، ونوصل على طول مع البيز. بس في نقطه توصيل لازم تعملها ان بلس علشان التوصيل مع الان تايب. مره ثانيه انا بعيد الاذهان، الان تايب لا تالف الاتصال بالالومنيوم. الان تايب ماتيريال لو وصلتها لو عملت كونتاكت بينها وبين الالومنيوم هتتكون حاجه اسمها شوتكي دايود او شوتكي جانكشن. دايود الالومنيوم بيمثل بي تايب ماتيريال، لما اعمل تلامس مع هذه البي تايب ماتيريال مع الان، انت كونت ان جانكشن، بي ان جانكشن. البي ان جانكشن ديت هي معروفه باسم شوتكي دايود. هذا الشوتكي دايود دي بيهيفير اللي انتوا تتوقعوه لاي دايود اهو، ولكن الفي جاما بتساوي تقريبا 3 من 10 فولت. ميتال اتبع كده، ميتال سيمي كوندكتور دايود اللي هو الاسم SCHOTTKEY دايود. يبقى انا لو لمست الكونتاكت ديت مباشرة مع الان كان هيبقى في شوتك دايود. الشوتك دايود ده ليه بي اي كاركترستيك اهو، في الفورورد بينتظر لغايه 3 من 10 وبعدين يزيد، وفي الريفيرس كسول اولموست مفيش تيار كديود. لما واحد يقول لي نقطه التوصيل عملت فيا كده اقول له يبقى في ديود فرض عليك ما هواش في الدايره اللي انت عايزها. يبقى انت لما هتيجي تشغل الدايره ديت هتطلع لك على السطح مشاكل هذا الديود قدامك، واحنا مش عايزين. فالحل اللي اقترحوه بتوع الانتجريتد سيركت قالوا ان انا هاغزو المنطقه بتاعت الاتصال ديت بان بلس، يقوم التلامس يعادل قدر من الهولز اللي بتقدمها الالومنيوم. التلامس بين الالومنيوم والان بلس هيبقى فيه سياده للان بلس اللي انت حطيتها، وبالتالي تخفف الوطأة ديت وتتأثر الكاركترستيك بتاع الديود على هذا الحال. كده كان ديود اهوت يقول لك بيسوق اهو، وهنا بيسوق للاتجاه الاخر، ويبقى العلاقة ديت اقرب الى الخط المستقيم اللي احنا بندور عليه. احنا عايزين نقطة توصيل، احنا عايزين نقطة توصيل مش عايزين ديود، وسموا نقطة التوصيل ديت اوميك كونتاكت، نسبة إلى قانون أوم، العلاقة التناسبية بين التيار والجهد، أوميك كونتاكت. فإحنا ديت بنبقى بنعمل أوميك كونتاكت، ودي ملهاش حل في أي اتصال بين الميتال والإن تايب ماتيريال. أي توصيل بين الميتال والإن تايب ماتيريال لابد أن تعالج قبل التوصيل. العلاج هو ان انا احط ان بلس دوبنج قبل عمليه التوصيل، والعلاج اهو تحسين للفي اي كاركترستكس. الكونتاكت كان ليها الكاركترستكس الخضراء وانا عايز احولها الى ما يصل
بنسميها اوميك والتانية بيسموها ريكتيفاي. انا عندي الكونتاكت لازم اعملها. احيانا بقى في الانتجريت سيركت بيطلب دايود اري. اللي ما سمعش عن كلمة اري، انتوا سنة تانية لسه مش كده؟ سمعتوا عن اري؟ اه خدناها في البرمجة. ما سمعتوش عن كلمة اري؟ انتوا ما بتاخدوش انتنة مش كده؟ لا لسه بتكبروا شوية. ماشي. دلوقتي اما يبقى عندي انتنة اهو بإشاع الكترومغنيتيك ويف وعلى مقربة منه انتنة تانية بتعمل راديشن لانذر الكترومغنيتيك ويف. الاثنين مع بعض بقى بيشكلوا توزيع الراديشن في الفراغ. الاثنين مع بعض او اكثر من اثنين او اكثر من ثلاثة اسمهم اري. اري يعني مصفوفة من الاشياء. ففي تطبيقات في الالكترونكس بتحتاج الى اري اوف دايودز او اري اوف ترانزستورز. اري اوف دايود مجموعة من الدايودز او مجموعة من الترانزستورز، ولكن عشان يتقال عليهم اري من عدمه لازم يبقوا مشتركين في احد الاطراف. على سبيل المثال دايودز كلها متوصلة الكاسود مع بعضها فبيسموه كومن كاسود اري. مجموعة من الدايودز الانودز متوصلة مع بعضها بيسموه كومن انود دايودز. اللي فيكم اشتغل ب 7 سيجمنت ديسبلاي اللي هو الرقم اللي بيعرض الارقام، شريحة كده كده لايت اميتنج دايود اهو، واخر وثالث ورابع وخامس وسابع ثالث وسابع. الديسبلاي اللي انت بتشوفه بيبقى 7 شرايح بالطريقه دي. كل واحدة من دول ما هي إلا لايت اميتنج دايود. كل واحدة منهم هي لايت اميتنج دايود. إنما لتبسيط التوصيلات بنبقى ناخد أي دايود من دول. لو واحد عايز يرسم ده دايود أهو والتاني زيه والتالت زيه والرابع زيه وهكذا علشان نقدر نسيطر على تشغيلهم بالنظام اللي احنا عايزينه. فبنعمل طرف منهم كومن وليكن كومن انود. كل الانود الدايودز ديت متوصل ببعض وطلع لي بره طرف واحد. وبعدين في 7 اطراف للكاسودات كلها. انت عليك تحط جهد محدد على الانود وبعدين تبتدي تشتغل انت بقى على الكاسود بتاع اي دايود انت عايز تتعامل معاه. يبقى الانود مشترك والكاسود انت بتناور فيه الشغل بتاعك. والمجموعه دي اسمها كومن انود دايودز او 7 سيجمنت كومن انود. هناك ايضا ما هو نفس الفصيله او نفس التركيبه ولكن شرايح ايه 7 زي ما انت شايفهم. وبعدين كل واحد منهم برضه ليه انود وكاسود اهو، ولكن كلهم مشتركين مع ده بعض. ده ما ينفعش انك تجيب دي شغاله مطرح ده. ليه؟ لان هنا الكاسود كله واصل مع بعض والتشغيل اللي انت تشغله لازم يبقى بمخاطبه الانود بتاع كل واحد على حده. هنا العكس. ففي مطلب موجود في الانتجريتد سيركت ان نحمل مجموعه من الدايودز وبتبقى لازم ليها صفه حاجه كومن، اما انها تبقى كومن انود او انها تبقى كومن كاسود. تعالوا نقول ان احنا بنتكلم على الكومن كاسود. تعالوا نقول ان احنا بنتكلم عن مجموعه الكومن كاسود.
تايم، ثيرد وان، فورث وان، أربعة دايوز. كل واحدة من دول بي تايم. كل واحدة من دول بي تايم وليها طرف توصيل. يبقى ده الدايود رقم واحد. بلاش أقول دايود، ده أنود رقم واحد، وده الأنود رقم اثنين، وده الأنود رقم ثلاثة، وده الأنود رقم أربعة. أما الـ N بلس اللي هنا هي الكاسود بتاعت الأربعة مع بعض. يبقى أنا عندي أربعة بي إن جنكشنز، واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، وقد يكون سبعة أو عشرة طبقا للأبلكيشن. ومعايا طرف واحد مشترك بين الاثنين هو الكاسود. يبقى لما نيجي نصنع الكومن انود، الكومن كاسود دايود، ما اسهله بالشكل اللي انت عايزه. عايز 7، عايز 15، يبقى تحط الارقام اللي انت عايزها في الابلكيشن بتاعك. نفس القصه هنا. نفس القصه هنا. اذا كان واحد عايز يعمل كومن انود دايود، فهيبقى المنطقه ديت هي الكومن انود. كومن انود هيبقى هنا بقى عندنا ان، هيبقى كسره الان بلس. Yeah.